السلام عليكم حبايبي، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة للشعر اللي عندها الشيب في الشعر ديالها او الشعر ديالها ضعيف ما كيطوالش. هاد الوصفة رب الله حبيبي تاع تجربة، انا راه حضرتها معاكم ودرتها في شعري عاد نزلتها في القناة ديالي. نتمنى تجربوها الا كنتي بغيتي ديري الشعر ديالك بني، فهاد الوصفة لك غادي تعجبك بزاف مع الاستمرارية، ولكن الفرق غادي يبان من اول مرة بمكونات اللي هما بساط وما فيهاش مواد كيميائيه اللي كتضر لنا الشعر ديالنا، او يعني كما كنعرفوا الصبغات كتضر الشعر. كل ما كانت هي نفترض حنا كيت كنبغيو نتيجه من اول استعمال في الصبغه، داكشي علاش كنديروها. ولكن الوصفه الطبيعيه راهم كيعالجوا الشعر وكيخليو الشعر يطول احسن من الصبغات اللي هما غير طبيعيين حبايبي. فعن تجربه والله هاد الخلطه هذه للشعر غادي تعجبكم بزاف، غير جربوها وخلي لي في الكومنتر حبايبي. غادي ندوز باش نحضر المكونات اللي غادي نحضر بهاد الوصفه هذه، فهي جد بسيطه ولكن فعاله جدا للشعر. بعد ما حضرت المكونات الخلطة تبعوا مزيان معايا حبايبي. غادي نحتاج معلقة ديال القهوة عادية اللي كنديرو، يعني القهوة العادية اللي كنشربو، مع معلقة ديال الحبة السوداء ضروري، وضروري يكون عندك القرنفل. الا ما كانش عندك القرنفل زيت يكون يعني على شكل زيت يعني كعادي بحال وحال زيت الزيتون. كان ما كانش عندك لا قرنفل لا زيت الزيتون ضيفي عويدات ديال القرنفل، المهم ضيفي واحد منهم حبيبي الكرام. انا غادي نستخدم هنايا الزيت ديال القرنفل ضروري، كيف ما كنعرفوا القرنفل حتى هو كيطلع الشعر، البصيلات ديال الشعر كيعاونهم باش كيطلعوا. يعني المكونات اللي غادي نضيفها ضروري تضيفوها، بخصوص القهوه تاهية. وضيفوا هنا حبايبي الكرام انا عندي اتاي، تقدروا تضيفوا حبيبات ديال الاتاي مع هذه الخلطه، ولكن انا عندي اتاي طيب غادي نضيف هنايا على حساب الكميه اللي غادي تكفاني في الخلطه، على حساب الخلطه اللي غادي نضيف الشعر، الا كان عندي الشعر كثير ولا كان عندي الشعر قليل على حساب الخلطه غادي ندير. هنا ضفت انايا على حساب نفترض كاس كبير او جوج ديال الكيسان ديال الماء اللي غادي نخلط بها العجين. ضروري هاد الخلطه هادي باش غادي نخلطوا باقي المكونات، ضروري هاد الماء هذا اللي غادي يكون فيه بزاف ديال المنافع باش غادي نضيفوها للشعر ديالنا. هو هادو المنافع اللي غادي نستافد منهم الشعر ديالنا، اللي هو الزيت ديال القرنفل او حبيبات ديال القرنفل والقهوه. وكذلك عندي حبايبي الكرام غادي نضيف ليها هنايا الميرميه، كيف ما كنعرفوا الميرميه فيها بزاف ديال المنافع حبايبي للنساء، يعني حتى بزاف ديال المنافع. انا ديجا كندخلها في اي حاجه كان يعني ضروري الميرميه فيها بزاف ديال، او البرتقوش من الاحسن تضيفوا الميرميه حيت احسن ما كتنشف الشعر حبايبي الكرام. كيف ما تيقول لك الخلطات طبيعيه كتنشف الشعر، شوفوا حبايبي الكرام ضروري تستخدموا الزيوت ديال الكرياتين حبايبي ضروري ضروري. يعني شوفوا اللي يقول لك انا راه كيف ما كنديروا الصبغه برا، فنفترض في هذا عند الكوافيره كنصوبوا الشعر ديالنا، ضروري كينشف الصبغه كتخليه كينشف، وهاد الخلطه الطبيعيه حتى هما كينشفوا، حيت احنا ما نضيفش شي حاجه اللي هي كيميائيه باش يبان لك اللمعان غير في الصالون، لا ضروري غادي تضيفي كرياتين الشعر دومي. الحاجه اللي بغيتي تستافدي عليها، الدوام واجب على اي حاجه في الحياه، ما كاينش حاجه بدون مقابل. يعني الشعر ديالك درتي عليه اهتميتي فيه غادي يكون زوين، رخيتي ليه يعني ما اهتميتيش فيه غادي يكون خيب. انا كنهضر لكم على حساب الشعر كينشف، كيف ما كنعرفوا بزاف ديال الناس تيقولوا الحنه كتنشف الشعر، الحنه بحالها بحال اي صبغه كنضيف نديروها في الصالونات، ضروري الشعر ديالنا ملي كنضيفوا ليه الحنه احنا كنستخدموا الزيوت ديال الكرياتين باش كتخلينا الشعر ديالنا رطب، حيت الشعر كينشف وباش كتحيد من وراه، بخصوص الناس اللي عندهم القشره هاد الخلطه هادي للشعر راه غيتحيد منهم القشره نهائيا. انا ضفت هنايا ثلاثه المعلقات ديال الحنه، الحنه عاديه مطحونه ما فيها حتى شي حاجه، ضفت ثلاثه المعلقات اللي هما عامرين، وضفت عليهم معلقه ديال السكر، وزدت ليهم معلقه ديال القهوه. يعني عادي تقدري تضيفي القهوه سريعه الذوبان الا عندك، انا ما عنديش ضفت غير القهوه عاديه، يكونوا بحال هكذا ناشفين مع بعضياتهم
بما تحضرت لنا الخلطه اللي درناها فوق النار كتغلى حتى كتطبخ مزيان. ضروري حبايبي كل ما خليتوها كتطبخ كتلق داكشي اللي فيها، دوك الفوائد اللي حنا خصنا نحتاجوهم باش نضيفوهم على الحنه. هنا الا كانت عندك بيضه ضيفيها، ما كانش عندك عادي ما تضيفيهاش. انا ما عنديش ما ضفتهاش. هنا بعد ما طبخوا مزيان انا غادي نصفيهم ضروري. بعد ما صفيتهم هنايا انايا بديت كنخلط هذا الحنه. خلطت بايدي اول حاجه، خلطت شويه بالمعلقه ومن بعدها ما عجبتنيش، حيت دائما انا الحنه كنخلطها بالايد ديالي باش كنتحكم فيها مزيان ما كيبقاوش فيها الحبيبات. غادي نبقى نخلط فيها بحال هكذا بهذاك الخليط ديال القهوه اللي طبخنا وديال القهوه واتاي، وضفت فيه الميراميه وحبه البركه، وهما الحوايج اللي غادي نستافد منهم انا باش نحيد القشره من شعري ونحيد داك الشيب اللي كاين عندي في الشعر ضروري. حيت الصبغه كيف ما كنعرفوا اللي كان كيميائيه كيكون كدير الشيب كتولد الشيب للشعر، فهاد الوصفات اللي هما طبيعيين كيتبدل لك اللون ديال الشعر ديالك بشويه بشويه، ولكن تيكون يعني كيكون قوي واللون ديالو جميل. يعني اللي بغات دير اللون ديال شعرها بني هاد الوصفه ليها، فغادا تحضريها وغتخليها قبل جوج ديال السوايع عاد تحطيها الشعر ديالك. والسر هنا الحامض، الحامض كيحيد القشره من الشعر وكيتبت لك اللون. ضيفوا الخل او الحامض، ولكن الاحسن تضيفوا الحامض اللي كان عندك القشره في الشعر ديالك، وكان عندك الشيب في الشعر او كان عندك الشعر ضعيف ما كيديرش بغيتي تغيري اللون ديال الشعر ديالك. هذه الوصفه لك عن تجربه، تخلطيها قبل بجوج ديال السوايع تخليها حتى كيطلق داك اللون الاحمر اللي فيها، من بعد تحطيها الشعر ديالك، اما تنعسي بها في الليل كامل، اما ديريها تخلطيها في الصباح وديريها تبقي بها حتى العشيه وتغسلي الشعر ديالك بدون ما تضيفي شامبوان نهائيا للشعر ديالك حبيبي. يعني من تديروا هاد الخلطه ديال الحنه ما ديروش شامبوان معاها ملي تغسلوا الشعر ديالكم نهائيا، غسلوه غير بالماء دافي بدون ما تستعملوا الشامبوان. شوفوا شوفوا الشكل ديالها حبايبي، هنا بدات كتطلق ليا في الايدين ديالي وانا كنخلط فيها. غادي نضيف داك الحامض كامل اللي عندي، فانا بغيت نحصل على لون واحد ويكون عندي اللون ثابت. ما ديروهاش خفيفه، خليوها شويه ثقيله باش ملي تحطوها الشعر ديالكم ما تسيلش. هنا ضروري ملي تحطوها ديروا شي سلوفان الشعر ديالكم، ديفوا الشعر ديالكم سلوفان مزيان تغطوه. الا كنتو غتخليوها بالليل، انا بعض المرات كنخليها بالليل وبعض المرات كنخلطها في الصباح وكنضيفها النهار كامل، كتبقى ليا في الشعر ديالي وفي العشيه كنغسلها. وبحال هكذا ملي كندير سلوفان الشعر ديالي كنغطيه باي فولار كنربط عليه ومنحن الدهيه في الشعر وهي كتسخن وهي كتطلق حتى كتحصلي على داك اللون البني اللي كيكون جميل بدون صبغات كيميائيه بدون حتى شي حاجه، صبغه طبيعيه كتخلي الشعر ديالك كيطوال وكيولي كثيف يعني كيتحيد منه الشيب. هنا انا ضفت الزيت ديال القرنفل اللي هو مفيد، ما عندكش الزيت ديال القرنفل ضيفي زيت الزيتون. كيف ما كنعرفوا جدودنا زمان كانوا كيستخدموا زيت الزيتون، يعني ما كانوش الانواع ديال الزيوت، ولكن انا درته بديل القرنفل، درت الزيت ديالو حيت القرنفل ما بقاش عندي، فانا عندي غير زيت ديال القرنفل وضفته حتى هو مزيان في واحد الريحه جميله. ملي تغسلوا الشعر ديالكم غتبقى واحد الريحه اللي هي بين الحنه والقرنفل ودوك الاعشاب، حسن ما تضيفوا ليها الشامبوان باش ما يوليش عندكم الشعر حرش. حتى واحد اليومين بحال داك 3 ايام عاد غسلوا الشعر ديالكم بالشامبوان ودهنوه بالزيوت اللي يعني الزيت ديال الزيت كرياتين ماشي يرطب لكم الشعر ديالكم يبقى مسبسب واللمعان ديالو. بغيتو تضيفوا معاها هنايا القطران الاسود اللي هو الرقيق ضيفوه، ولكن ما بغيتوش عادي حتى المره اخرى ان شاء الله. ونحط لكم الخلطه ديال القطران اللي هي كتخلي الشعر طوال. شوفوا معايا حبيبي هنا ولات الايد ديالي حمراء، شفتوا معايا عساك في الشعر كيف غادي يكون. كيف ما قلت لكم حبايبي انا هنا صوبتها في الصباح، اولا صوبتيها في العشيه غادي تخليها جوج ديال السوايع، غادي تضيفي ليها شويه من داك الماء ديال الخلطه اللي هضرنا ديال الماء، ضيفيها من الفوق باش كتبقى كتطلق. ومن تضيفيها في الشعر ديالك تحصلي على داك اللون اللي بغيتي. ضيفيها في الشعر ديالك ما تخافيش منها راه ما كيبقى والو، يعني فيها مهما فيها اي حاجه فيها حاجه طبيعيه ما عندكش مناش تخافي، تخافي من الصبغه اللي كيميائيه وديريها حيت كانت وقعت لي واحد المره.
يعني من صبغه اللي هي ما استفدتش ليا الشعر ديالي ودارت ليا ضرر الشعر ديالي وكت نسلت ليا الشعر ولا ضعيف. انا وليت كني نهار اللي كنستخدم الوصفات اللي هما طبيعيه للشعر ديال الحنه استفدت عليهم اكثر من الصبغات اللي انا كتعجبني ساعه ومن يغسل الشعر ديالي كيتبدل كل شيء. عن تجربه حبايبي، وترطيب الشعر اهم حبايبي. زيوت الكرياتين فهي مفيد جدا للشعر، كتخلي الشعر ديالك كيلمع والريحه ديالو كذلك زوينه، ويعني ما كيبقاش متقصف او يبقى ضعيف. فالوصفه الطبيعيه كتساعد الشعر ديالنا باش كينمو كيف ما حنا بغينا. شوفوا الايد ديالي تبارك الله، هنا بقات شاده فيها اللون ديال احمر، فانا كل ما خليتها كترتاح كل ما هي كتزيد كتولي اللون ديالها احمر. ومني كنضيفها انا في الشعر، انا الشعر ديالي اللون ديالو اسود، مني غادي نحطها غادي يولي الشعر ديالي اللي هو بني. اللي انا هذه هي الخلطه اللي بغيت، فتبارك الله ما شاء الله خرج لي واحد اللون اللي هو جميل جدا. كون انا كنطلع بحال هكذا شخصيا في الفيديو كون وريتكم، ولكن دوماج انا كنحط معكم وصفات ما نقدرش نور الشعر ديالي في اليوتيوب. نتمنى تجربوا هاد الخلطه هذه وديك الساعه حكموا، وخليوا لي في الكومونتير عجبتكم او لا. لا الا كان عجبكم حال هاد الفيديوهات ما عليكم غير تخليوا لي في الكومونتيرات ونبقى ننزل لكم وصفات اللي هما طبيعيين اللي تستافدوا منهم كيف ما كنستافد منهم انا. نتلاقاو ان شاء الله في خلطه جديده او في وصفه جديده اللي تعجبكم وتقدروا تحضروها ليكم لوليداتكم. بحال هاد الخلطه تضيفيها ليك والبنيه ديالك لختك الميمه ديالك، فهاد الخلطه هادي راها جميله ما فيهاش شي ضرر نهائيا، فيها مكونات اللي هما طبيعيين وكيستافد منهم الشعر ديالنا وكيتغذى منهم باش كينمو بسرعه. الى اللقاء حبايبي الكرام، غادي نخليكم مكونات في صندوق الوصف.